ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الجهات المانحة إلى توفير 17 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية في العراق، وذلك قبل مؤتمر دوري لدعم إعادة إعمار البلد يعقد في الكويت الأسبوع المقبل. قالت اليونيسف إن نحو 750 ألف طفل في الموصل وفي المناطق المحيطة يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بعد مرور 7 أشهر على طرد مسلحي تنظيم داعش من المدينة.